نعود إلى ضيفتنا من تونس السيدة هند الشناوي، الصحفية والناشطة المدنية وصديقة الفقيدة لينا بن مهني. مساء الخير أستاذة هند مجددا، ما الذي يمكن أن تقوله عن لينا الفقيدة التي رحلت في شهر الثورة؟ ما الذي يمكن أن نقوله؟ يعني اليوم تونس، كل تونس فقدت مناضلة شرسة، مناضلة ضد القمع، ضد الدكتاتورية في وقت بن علي وحتى بعد الدكتاتورية. اليوم كل الناس في تونس يبكون فراق العزيزة لينا بن مهني التي ناضلت من أجل كل الحريات، التي وقفت بجانب كل المظلومين، التي جمعت أكثر من 45,000 كتاب لسجناء تونس، التي جمعت الأدوية الغير متوفرة لمرضى تونس، والتي ناضلت من أجل كل الأقليات، كل الحركات الاجتماعية، كل وقفت بجانب كل الاعتصامات، كل المطالب الشعبية الاقتصادية منها والاجتماعية. اليوم لا نستطيع أن نقول الكثير أمام هذا الألم الذي جمع فعلا كل القوى التقدمية في تونس. كل شباب الثورة اليوم يبكون واحدة منهم، وهي لينا بن مهني التي كانت صوت الثورة، كانت صوت المظلومين، كانت صوت كل إنسان في تونس وحتى خارج تونس يتوق إلى الحرية ويعمل من أجل العدالة والكرامة والحريات بأجمعها. نعم سيدة هند، فقط يعني اليوم تونس تعيش ظرفا جد خاص، وعودة الحديث عن أهداف الثورة وحتى أسبابها، يعني البعض يقول أنه لا تزال هناك جدوى الثورة متقدة في تونس، ما الذي يمكن استخلاصه من تجربة لينا لإعادة الحياة إلى ثورة تونس ونقلها للعالم؟ طبعا لينا بن مهني كانت منذ البداية، يعني منذ أوائل الألفين، مؤمنة بإرادة الشعوب، وهذه هذا الإيمان مترسخ في الكثير من الشباب في تونس، وليس لينا فقط. لينا فقط الذي فعلته لينا هو إيصال صوت كل هذا الشباب الذي ناضل ضد القمع، ضد الاستبداد، وواصل النضال بعد 2011 وحتى هذه اللحظة إلى آخر أيامها. لينا كانت تنقل أخبار التحركات الاحتجاجية، وكانت انتقلت منذ بضعة أيام إلى جنازة الشهيد طارق الدزيري، الذي كان واحد من جرحى الثورة، والذي تم تجاهله بالكامل في حقه في العلاج وفي الحياة. ولكن مثل لينا، يعني حتى يوم الأمس كنا نتحدث وكان هناك الحديث عن الأمل وعن توقنا إلى تلك الأيام، أيام الثورة. وأنا متأكدة بأن الجميع في تونس اليوم يتفكر، يتذكر يعني تلك الأيام، أيام كانت لينا في سيدي بوزيد والقصرين تنقل لحظة بلحظة الثورة التونسية، وواصلت إلى حد هذه اللحظة. هذه الثورة لم تنتهي ولن تنتهي ما دام هناك شباب مثل لينا يؤمنون بحق الشعب في الحرية، وسنواصل المسيرة. نعم، شكرا جزيلا لك سيدة هند الشناوي، الصحفية والناشطة المدنية، صديقة لينا بن مهني، بنية تونس التي نعزيكم بفقدانها ونعزي تونس. شكرا جزيلا لك.